ما الأسباب التي توجب دخول الجنة؟ أعظمها توحيده جل وعلا، فقد حرم الله على من يشرك به أن يدخل الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فتوحيده جل وعلا السبب الأعظم في دخول الجنة، وما بعد ذلك تبع له. فأعظم الأسباب أن لا يكون في قلبك أحد تحبه أو تخافه أو ترجوه غير الله. لا يبقى في قلبك أحد تخافه أو تحبه أو ترجوه غير الله. هذه منزلة ينالها من عرف الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أول الطرائق محبة الله، وحتى تكون في القلب محبة لله لابد أن يكون في القلب استحضار لنعمة الله جل وعلا عليك. وأعظمها والله الستر، فإن ستر الله على عباده من أجل وأعظم النعم. ولو أن الناس كشف بعضهم لبعض لتبرأ كل واحد منهم من الآخر، لكن من أعظم نعم الله على العباد أن يستره الله جل وعلا. ومن نعمه تبارك وتعالى التوفيق للعمل الصالح، فإن التوفيق للعمل الصالح من قرائن وأمارات حب الله جل وعلا لذلكم العبد، من أمارات وقرائن حب الله جل وعلا لذلكم العبد. وهذا يعرفه الإنسان، هذا لا يحتاج إلى بلاغة ولا إلى فصاحة، يحتاج الإنسان يتفقد حاله. إذا غاب عنك قيام ليلة فتذكر ذنبك في النهار، وإن وفقك الله لأن تقوم ليلة فقد أحب الله أن يراك واقفا بين يديه. والله إن خطواتك لماء وضوئك، فيغسل الله بها ذنوبا قد قلبت، ثم خطواتك إلى مقام صلاتك، ثم وقوفك بين يدي ربك وأنت تقول بعد التكبيرة الإحرام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم ما يفتح الله عليك تقرأ الفاتحة ثم تتوخى من آيات القرآن ما تتلوه، فإن الله يحب أن يسمع كلامه من عبده، وما عليك لو أخذت وأعدت وبدأت قول الله جل وعلا في الشعراء: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعيدها مرة مرتين ثلاثة، والله هذه الآية تفطر قلوبا قاسية، لأن الإنسان يخشى من الخزي يوم القيامة. وهذا الدعاء نسبه الله إلى من نسب الله له الملة، إلى خليله إبراهيم، فيقرأ الآية العبد الآية مرة بعد مرة: ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما تقرأ ولا تخزيني تستشعر أن الأمر كله بيده، إن شاء رفعك وإن شاء أخزاك، إن شاء قربك وإن شاء أبعدك، إن شاء رحمك وإن شاء خذلك، وأن أحدا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا
وأن الأمر كله بيد الله. واستحضار دعاء الأنبياء من فقه القرآن، لأن الله قال في كتابه العظيم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فينظر الإنسان إلى هدي أنبياء الله كيف كانوا يدعون ربهم، فيتوخى طريقهم وينظر إلى صنيعهم ويسير على هديهم، لعل الله جل وعلا أن يرحمه. والحديث في هذا يطول، ونحن نتكلم عن أسباب التوفيق. وإذا عدنا إلى أسباب دخول الجنة، الإكثار من العمل الصالح، الإكثار من العمل الصالح من ذكر الله والصيام وقراءة القرآن وبر الوالدين وغير ذلك مما لا يكاد يجهله أحد، لكن يحاول الإنسان أن يأتي عباده وعباده وقربه وقربه قدر الإمكان، فلا يدري أيها أقرب إلى ربه رضا. ويتوخى أن يأتي أعراض المسلمين أو أموالهم أو دماءهم. وأحيانا يستزلنا الشيطان في لقاءاتنا الخاصة أو العامة أو في مجالسنا من حيث لا نشعر، فيأتي عذب الحديث ومسامرة الأصحاب، فربما قال المؤمن كلمة في أخيه المؤمن وهو يعلم أن أخاه بريء منها، فإن كان منك ذلك فلا أقل من أن تستغفر ربك وتؤوب إليه وتسأل الله أن يغفر لك وتعزم على ألا تعود للأمر مرة أخرى. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الملك الصمد الذي لم يلد ولم يولد، تصلي على محمد وآله، وأن تدخلنا برحمتك الجنة. اللهم أدخلنا برحمتك الجنة، اللهم أدخلنا برحمتك الجنة، اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. صلى اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.